كأنها ساحة معركة لا منشأة طبية لعلاج المرضى والمصابين، كفلت لها الحماية بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. لكن في شريعة الاحتلال التي تخطط في وحشيتها شريعة الغاب، كل شيء مباح، فالمستشفيات صارت بلا حماية، والمرضى باتوا هدفاً مشروعاً، والنازحون أجبروا على الخروج في ظروف غاية في الصعوبة. تلك المرأة المسنة التي تعاني فشلاً كلوياً تجلس على الأرض لتحكي معاناتها بعدما أجبرهم جيش الاحتلال على ترك المستشفى قبل أن يعتقل زوجها الكفيف. أنا طلعت أنا وجوزي بشوفش، كنت بغسل كلى، طيحوا السور علينا من برا وغرفة الدكتور رزق، وقالوا لنا يلا اطلعوا، وطلقوا النار علينا والقنابل والدنيا كله صواريخ علينا، رؤوسنا من فوق، هدوا المبنى من فوق فصل، وطلعنا من المبنى عمنا وين في المجارة أنا وجوزي. ولما طلعنا من عند اليهود أخذوا جوزي وحط وشنتية راحن هن التنتين مش لقيهن. أحد العاملين في المستشفى يروي جزءاً مما تعرض له المجمع الطبي من قبل جنود الاحتلال، وكيف تم إجبار الأطباء والعاملين داخل المستشفى على مغادرته. لحظات الليل الماضية كانت كثير صعبة، اشتد القصف علينا، وصل لعنا القصف لأحد غرف المرضى، تم استشهاد مريضين، شخص مجهول الهوية، طبعا شدة الصاروخ كانت عليه المباشرة، فقسمته لنا لجزئين، الجزء السفلي كان عندنا بالقسم والجزء الثاني كان خارج المبنى. وهكذا يتعامل الاحتلال مع المنشآت الطبية تحت سمع وبصر العالم أجمع، فلا قانون يردع ولا وازع من قيم أو ضمير، بعدما أسرف في قتل الأبرياء ليواصل سلسلة جرائمه بحق سكان قطاع غزة التي لا تحتاج معها محكمة العدل الدولية ولا مجلس الأمن أكثر من ضمير حي للإقرار بوحشية ما يرتكبه الاحتلال.